عزة، متابعي موقع مصر اليوم، اهلا بيكم معانا في تغطية جديدة في محافظة التقالية، واحنا معانا المتخصص ودكتور عبد الباسط محمد صالح، استاذ الامراض الصدرية بجامعة المنصورة، ويعني عضو الجمعية الامريكية لاطباء الامراض الصدرية، مش كده يا دكتور؟ تمام يا اهلا بيك معانا اهلا وسهلا، مرة تانية ونورتنا في مصر اليوم. مرحبا سهلا. عندنا طبعا اسئلة كتير جدا، والناس كلها يعني شاغلها إيه اوميكرون وكورونا وادوار البلد. تمام اول حاجه بقى، كل المصريين دلوقتي عندهم دور بلد، ويعني ما حدش راضي يعترف انه عنده اوميكرون، وعايزين نعرف ايه الفرق ما بين اوميكرون ودور البلد، وازاي انا كمريض اقدر افرق بينها علشان كمان الناس تقدر تاخد حذرها، خصوصا ان احنا دخلنا الموجه الخامسه. تمام شكرا استاذه غاده، وشكرا للمصري اليوم، وشكرا للساده المشاهدين المصري اليوم اللي فعلا انا يعني بتشرف ان انا اكون ايه معاهم النهارده لتوضيح بعض الامور، وفي نفس الوقت ان أنا يعني نجاوب على بعض الاسئله اللي ممكن توصل حضرتك من خلال الساده المشاهدين فعلا المتابعين يعني معانا، واللي هم فعلا مهتمين بالموضوع. فعلا احنا يمكن انا من شهر ديسمبر نوهت ان في نصف الثاني من شهر يناير هتبدا الموجه الخامسه، وهتبقى اعلى قمه الانتشار لفيروس الكورونا والمتحور الجديد الاوميكرون. كنا في شكل احنا يعني الموجه الخامسه رسمين. تمام، كنا في شكل ايه يعني حذر جامد، الوضع هيكون شكله ايه؟ هل ان احنا مطلوب مننا نكون اكسبكتنج يعني متوقعين الوقت ومتوقعين مستوى الخطوره ومتوقعين مستوى الاصابه ولا لا؟ وهل ان احنا هنقوم باجراءات قبلها ولا ايه مش هنقوم؟ احنا يمكن لاحظنا في الاسبوعين اللي فاتوا، يمكن من بدايه الانتشار اللي بدا يرتفع تاني من خلال الاسبوعين اللي فاتوا، لاحظنا ان كل الحالات اللي جايه بالتهابات مجرى الهواء العلوي مع تكسير في العظم. الاعراض يعني كلها يمكن لفظ كده انا خدته من المريض النهارده، يعني ايه ما عرفت ان حضرتك عايزه تظهري مع الساده المشاهدين ونبلغهم في حد تاني في الاسره عندك مصاب، يقول كلنا واخدين الدور. كلنا واخدين دور برد. كلنا واخدين الدور، هو يعني ده تعبير، انا بذكر ايوه، بس تعبير المصريين المريض كلهم لفظا. بيقولوا برد، ما بيقولوش حاجه تانيه. لا، الجميل على فكره ان احنا في نقطتين، ان في جزء كتير من الناس عمل مساحات في الوقت الحالي لخوفه وقلقه من موضوع الاوميكرون والتحور، وفعلا بيثبت ايجابيتهم للكوفيد سواء حتى بالتحليل السريع او بالتحليل البي سي ار، فبتلاقي بقيه اعضاء الاسره مصابين. احنا الجميل ايه بقى، او الاهم نقطه اللي انا يعني النهارده يمكن انا قلت لحضرتك الموافق ان انا اظهر النهارده مع حضرتك، ان انا اقول ان 99% مش 90% من الحالات اللي جايه نسبه اكسجينهم طبيعيه، نسبة ونسبه الأكسجين الطبيعية اللي هي طبيعيه كانت أول حاجة بنتأكد منها اهم يعني حاجه طبعا. بتهمنا في الكورونا، عشان كنا نصنف المريض ده هو حاله مايلد، حاله خفيفه، حاله متوسطه، حاله شديده، حاله حرجه، ده تصنيفنا ايه او تقسيمنا للمجموعات في الايه كورونا. فاللي انا ايه بقوله اللي انا ايه من واقع الواقع فعلا والخبره والتجربه اللي انا ايه بشوفها مع كل مرضايا، ان غالبيه بقول لك 99% من المرضى واكتر جايين نسبه الاكسجين بتاعهم طبيعي. وفي الحاله ايه اللي زي دي يعني يمكن انتشار معدل، هنا نقطتين مهمين في الفيروس، جاي اعراضه ايه، نسبه انتشاره عاليه جدا او عاليه جدا، هل ان احنا ايه ناخد ايه حذرنا اكتر ايه ولا لا؟ انا مش مع الحذر اكتر. هل ان احنا لا، ما ناخدش ايه حذر اكتر، لازم ناخد حذرنا احتياطي برضه. مع الايه، لا اللي لاحظ ان هو الفيروس ايه الحذر المقصود بيه يا استاذ غاده ان احنا ناخد اجراءات ايه احترازيه عاليه ولا لا؟ احنا ناخد الاجراءات العاديه بتاعتنا احنا كاشخاص اللي احنا بادئين فيها من اللي احنا اول كورونا. كاشخاص انما هو جاي كل المرضى وصفا كده من المريض مش كتب، انا عندي تكسير جامد في العظم، ايوه تكسير جامد ايه في جسمي، انا حاسس ان انا جسمي بيتقطع او بيتكسر ايه مني، تكسير، حضرتك قلت والحاجه التهاب التانيه التهاب الانف حرقان في الزور ايه بسيط، ممكن يكون بعض المرضى معاها كحه ولا لا. مين بقى المريض اللي بشوفه يجي من افراد الاسره؟ المريض اللي كان عنده مثلا اي مرض من الامراض الصدريه السابقه او المزمنه، والفيروس نفسه او الاصابه نفسها بتظهره زياده عليه شويه، ده يعني اللي عندهم امراض الحساسيه والامراض بالذات الصدريه. يعني المرضى يعني غالبيه الافراد اللي ممكن تلاقيهم جاي كان عنده حساسيه ايه كنترول كويسه، وبدا مع ايه الدور الجديد اللي بيسميه الدور
ان هو تظهر عليه الاعراض زياده عن باقي افراد الايه الاسره. طيب الناس كلها بتسأل اعراضه ايه بالتحديد؟ اعراضه ده اعراض تحديدا، اوميكرون تحديدا ولا البرد؟ لا هو اوميكرون على فكره. اوميكرون خلينا يعني كلنا يا كل جماعه، البرد اللي ماشي دلوقتي يمكن اوميكرون. يمكن في كثيرا من دول العالم بيقولوا ان هم عندهم نسبه اكتر من 70% من الحالات الموجوده اوميكرون. احنا عندنا ايه في مصر قلنا نسبه الايه اصابه الاوميكرون بالنسبه للكورونا اكتر من 30%، يعني ممارسه ومن واقع الحقيقه احنا اكتر من كده، اكتر ايه من ال 30 ايه في المية من الحالات او غالبيه الحالات ايه اوميكرون. ولكن مستوى الاصابه للرئتين اقل بكثير جدا مليون الف مره من كنا متوقعين. الحمد لله خلاص، ودوت حاجه ايه دي كلام حاجه من. طيب مباشره. انا ايه بقول لك ايه، انت الاعراض اللي جاي بيها الاوميكرون لا تتعدى الاعراض المصاحبه للتطعيم، لما ايه المريض يطعم ايه بتطعيم ايه ان هو تكسير في العظم، ايه ارتفاع بسيط في درجه الحراره، حرقان ايه في إيه في الزور، شويه ايه كحه، المريض اللي عنده ايه امراض مزمنه هو اللي بتزيد معاه شويه ليس اكتر ولا اقل. ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني ان انا اهتم بالسوائل، اهتم بالراحه، اهتم بالغذاء ايه كويس جدا، ممكن اخد اي باراسيتامول ايه بمعدل 1 جرام كل 8 ايه ساعات، واخد ايه اي فيتامينات ايه متاحه عندي ايه على فكره موجوده في البيت. 48 ساعه 72 ساعه انتهت الموضوع واكسجين كويس، ما بليش باي حاجه. هو ده ايه المسج اللي احنا يمكن انا تعمدت اظهر ايه معاك النهارده. مين المريض بقى اللي لازم يستشير او يتحرك من مكانه ايه يروح ايه لازم ايه يستشير؟ كرشه نفس زياده، حصل ايه زرقان ايه معاه، او حصل ان كحه ما بتستجيبش ايه للعلاج، او كان صاحب امراض من الامراض المزمنه وبدات الامراض المزمنه بتاعته ايه ترتفع ايه معاه، مريض حسيه، مريض انسداد شعبي، مريض تمدد شعبي، ايه اي ايه مريض من امراض ايه مثلا السكر او ضعف المناعه، في الحاله اللي زي دي بتظهر عليه الاعراض ايه زياده شويه.